السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى على قناتي ملح وسكر في وصفة من الوصفات الجديدة وخاصة حلويات العيد. اليوم غادي نقدم حلوة ريش بوند. هذه الحلوة كتحتاج المقادير التالية: عندنا 3 ديال البيضات، عندي كاس عامر ديال الزيت، هاد الكيسان ماشي ديال العنبة ولكن الكاس اللي سامبل، يعني ما فيهش يعني زواقة ديال العنبة. عندي هنا نص كاس ديال السكر سنيدة، من السنيدة النوع الرقيق. عندي هنا قبصة ديال الملحة ومعلقة عامرة ديال كبيرة ديال القشور ديال الحامض. كنحتاج خمارة وحدة ديال الحلوة، كنحتاج نص بكية ديال السكر فاني والدقيق حسب الخليط. للتزيين كنحتاجو كمية ديال الكوك، يكون رطب ورقيق. عندنا هنايا 2 معالق كبار حتى 3 حسب الاحتياج ديال الكوفيتير باش غادي نسموه. عندنا هنا علبة او قنينة كبيرة ديال الكونفيتير ديال المشماش المربى الخفيف الجاري ديال الحلويات، وعندنا واحد الطنجرة باش غادي نسخنو هاد الكوفيتير ومع مظهر. غادي نبداو على بركة الله. اولا قبل كل شيء نقطعو الخمارات نوجدوهم. هنا عندي هنا غير نص باكية ديال السكر. نبداو دائما هنا غنبداو بالبيض، نفرغو الكمية ديال البيض. هنا اللي بغى يدوبل المقادير معني غير يدوبل. عندي هنا السكر، عندي القبصة ديال الملح، دائما الملح كتسولنا الذوق. عندنا نص البكية ديال الفاني، غير نص. وعندنا نديرو القشور ديال الحامض. نخدمو اولا مزيان هاد البيض مع السكر حتى يذوب داك السكر مزيان، ما يبقاش فيه الحبيبات نهائيا. هو بدا تيذوب، نبقاو تنخدمو البيض مزيان بيدينا، نخدموه مزيان حتى يذوب داك السكر. نبقاو ايضا نزيدو الزيت شوية بشوية، راه الزيت ما كتذوبش السكر لان مادة كي كتعرفو سائلة كتطلع، ما عندهاش المفعول ديال يعني كتذوب مادة اخرى، انما خصنا البيض كمادة سائلة هو اللي غادي يقوم بهذه العملية. نبقاو نزيدو الزيت شوية بشوية. هنا غادي تلاحظوا بانني ما كثرتش الحلاوة، يعني ما درتش كاس ديال السكر لان الكونفيتور حلو وانا ما بغيش الحلوه تجي حلوه بزاف. الحلاوه على حسب الذوق ديال الانسان، اللي كيبغي الحلاوه غادي يدير كاس كبير، يعني كاس عامر. دائما ندخلو الزيت في البيض دائما بيدينا هكذا، هاد الصبع هكا بحال شي فرشيطه هكا، كانوا كيخدموا مواتنا في الحلويات التقليديه. ايضا هاد الحلوه هادي عريقه بزاف، نبقاو غير كنخدمو هكا حتى نكملو. يدخل الزيت في البيض، ما تبقاش تبان الزيت نهائيا بحال هكا. صافي راهم اندمجوا. دابا غادي نزيد الدقيق وانا تنخلط، ونزيد ديك الخمارة ديال الحلوة.
غنبقى نخلط هكذا حتى تجمع لي العجينه. وتاخذ المقدار الكافي ديال الدقيق اللي خصها. ديك الساعه نتلاقاو باش نشوفوا كيفاش غادي نكوروا هاد الحليوه هادي. دائما نستعملوا الدقيق الممتاز للحلويات لانه عنده جوده عاليه. نستمر هنا في جمع الخليط ونتلاقى باش نشوفوا كيفاش غادي نكوروا. كيف كتشوفوا العجينه ديالي راني جمعتها. الان غادي ندوزو نشوفوا كيفاش غادي نكوروها. اذا هنا راني بديت كنكور. ملي تنكوروا العجينه في حجم المشماشه خصنا هنا نكوروها هكا ونضغطوا عليها غير شويه من التحت بحال هذا الشكل هذا ونحطوها. نجدو الصني فيه الورق سلفيغيزي نعاودو باش يجيو تقدا وحده بحال هكا. انا من بعد غادي نلصقوهم من نمرغوهم في الكوفيتير. نمشيو على هذا القياس. حنا هنا عندنا ميزاننا في يعني في عمل الكويرات، واللي بغى يقسم الكرات حبال هكا ويقطعهم طريفات. كلشي كيعرف كيفاش كيكور الحبه ديال العجينه. نمشيو هكا بهذه الطريقه. الفران راني سخنتو غادي نطيبوها من التحت ومن بعد ايضا نردو لها العافيه من الفوق ونقابلوها. ما خصناش نغفلوا عليها حتى طيب لنا من هنا ومن هنا. وديك الساعات غادي نشوفوا كيفاش غادي نمرغوها في الكوفيتير والكوك. الحليوه ديالنا بعد ما خرجتها من الفران كتجي على هذا الشكل مورد للوجه ديالها كيف كتشوفوا ومشققه. الان غادي ندوزو الكوفيتير والمربى ديال المشمش اللي غادي نزيدو عليه ما زهر باش نردو كلشي فوق البوطه حتى يسخن يكون جاري باش نمرغوا فيه هاد الحليوه هادي. انا غادي نرد هاد الطنجره اللي فيها المربى مع ما زهر. الا خصني ديك الساعه مثلا ما قدتنيش ولا شي حاجه غادي نولي نزيد المربى ونزيد قطرات ديال ما زهر. نرد هادي تسخن وباش تطلق شويه ونتلاقاو باش نشوفوا كيفاش غادي نمرغوها ونمرغوها في الكوفيتير ومن بعد نديروها في الكوك. الكوفيتير ديالي ها هو سخنتو. الان غنبقى نرمي هنا بالحبات باش يتطلقوا ويتشربوا المربى على هذا الشكل. نزيدو المربى. الان راه عندي سخون باش حتى هي كتفاتى كتولي فتيه يعني. غادي نبقاو نهزو نجيبو فرشيطه. نهزو بجوج حبات هكذا نحاولوا نلصقوهم مع بعض على هذا الشكل ونحطوهم في الكوك. دابا راه سخونه على هذا الشكل هكذا وهي لصقات وجينا الشكل ديالها هكا. غادي نحطوها في الطبق نمشيو غير هكا بشويه. نهزو جوج في نفس الوقت نحاولو نكركبوهم وحده فوق وحده على هذا الشكل. ناخذ وقتنا معاها. ضروري ما نخدمو باليد
ندردرو عليها الكوك باش تجينا على هذا الشكل ونحطوه. نعاودو المرة الثانية، نثبتوهم لاصقين فوق الفرشيطة، نهزوها هكا مفضوز زائد من الكوفيتير على هذا الشكل ونحطوها هكذا غير بشوية ونمرغوها في الكوك على هذا الشكل. إذن أنا غادي نستمر نمرغ الحليوات اللي عندي ونتلاقاو باش نشوفوها في طبق التقديم. كيف كتشوفوا الحليوه ديالنا ديال ريش بوند او كويرات الثلج كتجي على هذا الشكل، كتجي زوينه بزاف ولذيذه، وشحال ما طالت كتطلق البنه ديالها. الى عجبتكم الحلقه ديال اليوم ديروا جيم لا فيديو وتشاركوا معايا في القناه ديالي باش يوصلكم دائما الجديد، وكنتمنى لكم عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بالف خير. هذا الحلوه هذه كتجي هشيشه بزاف وفيها البنه ديال غالبه عليها البنه ديال القشور ديال الحامض، وايضا البنه ديال مزهر اللي درناه في الكوفيتير يعني في المربى. نتمنى تعجبكم وتجربوها وبالصحه والراحه.